علومكم يا الجهاد تغيب تغيب وتظهر. عنا يا شيوخ البيارك مثل السيف، نظل بغمده يصدى ونظل ظاهر يصدى، نشرق ونغيب. حنا مثل عمدان البيت، يمكن ما حد يفضل لها، لكنها تشيل البيت الكبير وترميه. يا برمح. يا هلا. يا وسع الصحراء ويا ضيق صدور رجالها، يا ترى لا الناس تاكل بعضها. فطرة الناس يا ابو عرب تحب الغنى وكثرة المال، والقوي ما يصير قوي الا لو صار قبيله ضعيف. ما قوي لو به ضعف. على هالراي حنا وش ضعفنا يا ابو سالم؟ حنا ما عندنا ضعف. هذا هو يا برمح، هذا هو. شن هو ضعفكم؟ انكم ما تظنون انها عندكم ضعف. على كل حال حنا جايين مسيار اهل واهلنا معنا، غايتنا الحلف معكم يا ابو عروه. امس كلاو حقنا واليوم جايين ضيوف. لو ذابحين ابويا حميد جونا ضيوف حريمهم، لانهم لا ذمه ولا ضمير. قلبي يفور فور دله وصابر لانهم ضيوف، وجوههم قوي ولا كانه بينا شيء. حميد لهم شانهم ولنا شاننا، اقلب لسانك قدامهم. حين جيناكم الشمس كانت بكبد السماء، للحين ما سمعنا رد. مسلومنا يا بروم. أدري أن الضيف له ثلاثة أيام وثلث، لكن أنا هذه رفعتها لأني بديت الكلام. ما الكبار عندكم حشمة يا برمح؟ الرجال قاعد يسولف وقاطعته. أنا كبير قومي يا أبو فلاح. أنت ضيفنا، كبير ربعك عند ربعك، كبير هذا المجلس هو أبو سالم. أجلس أجلس يا طالوم أجلس. أنا ما حد يامر علي يا خالد. تامر عليك سلوم القبائل اللي ما وقفت عندها من جيت. أنا أسولف مع أبو عربة سوالف الخوي للخوي، وسلوم اللي تسولفون عنها أعرفها، لكن بحب أمشي على هوى نفوس الرجال. ولا تقدر تمشي نفوس الرجال على هوى نفسك. ومثل ما يقولون كلام الليل ينام ويصحون رجاله.